بدون أي مناسبة قررت أرجع للقوائم، وبدون أي مناسبة العودة هتكون دموية شوية. دي قائمة بأفضل 10 مشاهد قتل في تاريخ السينما في رأيي الشخصي. لا أقصد أقول إنهم أفضل من غيرهم، ولا ترتيبهم ده يعني أي حاجة. دي مجرد حجة عشان أفتكر معاكم شوية مشاهد أنا بحبها، وعشان أحاول أسليكم شوية. عملية القتل في أي فيلم من أي نوع ممكن تكون محورية جدا، ويتبني عليها حبكات أو يحصل بسببها أهم التحولات. وتصنيفنا النهاردة بيراعي النقطة دي، بالإضافة لنقطة تانية مهمة جدا، وهي حرفة وإتقان المشهد نفسه ومستوى الابتكار في تنفيذه. بس قبل ما نبدأ عاوز أطلب منكم حاجة، تعملوا لايك للحلقة وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، أو لو تحبوا تستنوا للآخر وتأجلوا القرارين الصعبين دول بناء على جودة الحلقة نفسها، فاشتحقكم برضو. يلا بينا نبدأ مع رقم 10، مع تحذير بالحرق طبعا لأحداث الأفلام اللي اسمها مكتوب في الديسكريبشن بتاعت الفيديو ده. جروس بوينت بلانك من الأفلام اللي ملهاش شهرة كبيرة قوي، بس أنا شخصيا بحبها جدا. أحداثه بتدور عن قاتل محترف بيعاني نفسيا، وبيرجع لبلد نشأته عشان يحضر حفلة لم الشمل بتاعت مدرسته، وفي نفس الوقت للقيام بعملية قتل في نفس البلد. بس طبعا الأحداث اللي بتقابله بتغير كتير من قناعاته، وبتحطه في مواجهة مطولة مع أشد منافسيه. المواجهة فيها دمج رائع ما بين الجدية والكوميديا، وبتنتهي باستخدام ذكي لأداة صعبة قوي أي حد يتوقعها. يمكن المرة الوحيدة اللي قادر افتكرها اللي كرهت فيها شخصية الشرير طوال احداث الفيلم وتعاطفت معاه بس وهو بيموت. مشهد موت هانز جروبر من فيلم داي هارد بكل تأكيد مشهد للتاريخ، وكل مقومات تميزه تكمن في قدرات ألان ريكمان التمثيلية. تجسيد الصدمة والرفض الشديد ان دي تكون نهايته ونهاية خطته. ولو شفتم المسلسل الوثائقي The Movies That Made Us هتعرفوا سر ظريف، وهو تفاصيل الخدعة اللي اتلعبت على ريكمان نفسه لاستخراج التعبير ده منه. لحظة ختام لعبة الشطرنج المميتة ما بين عقلين وكتلتين من المهارات الاستثنائية، لحظة تفوق بطلنا على عدونا، لحظة عقابه المستحق على فعله الشنيع اللي ما خلانيش احب اشوف فيلم انمي ات ذا جيتس اكتر من مرة، رغم اعترافي بجودته وتميزه كفيلم حربي بيقدم صراع من منظور مختلف. مش بس لحظة اليقين من الموت، لا كمان لحظة الادراك الكامل لألم الهزيمة. هنكمل في تأملات التعبيرات الفريدة للمشاعر العجيبة اللي استعرضتها السينما للحظات الموت. بطلنا في فيلم The American بعد ما استخدم مهاراته للخروج من مهنته المميتة، ونجح على ما يبدو في الوصول لنقطة البداية لحياة جديدة كان بيتمناها، لكنه بيكتشف انه تلقى إصابة قاتلة، وبيختار انه يقضي دقايقه الأخيرة في حالة حزن وندب حظ على مصيره. من المشاهد اللي بحب افتكرها عشان افكر نفسي ان جورج كلوني مش ممثل بسيط. هنا مشهد القتل نفسه ومشاعر الضحية مش مقياس قوي، هو يعيني الضحية شخصيا ملحقش يحس بحاجة، اللي يهمنا هي مشاعر الصديق لحظة تلقي الخبر. درس من روبرت دينيرو في التعبير عن مشاعر غضب وحزن متفجرة غير معتادة في أسلوبه التمثيلي، وغير متوقعة تماما من الشخصية اللي هو بيجسدها. لو حضراتكم تركزوا في المشهد هتلاقوا ان دينيرو عكس انتقال ما بين ردود الأفعال المتوقعة للوشين بتوع شخصيته، وش المجرم الغاضب على ضياع فرصة لاكتساب سلطة أكبر في عالم الجريمة، ووش الصديق اللي بيحزن من قلبه على موت صديقه. ننتقل بقى من المشاعر المترتبة والانفعالات المنظمة لما يمكن تصنيفه كأكثر موت عبثي في تاريخ السينما، البلطجي والقاتل الماهر الهادئ المتمكن
دخل الحمام وساب السلاح بره عشان يلقى مصيره على يد فريستو اللي فجأة لقى نفسه في موقف قوة ما كانش ممكن يتوقعه. المشهد يتميز بشدة على مستوى اختيار زوايا التصوير وقرارات المونتاج وهندسة الصوت طبعا. رغم ان في الاختبار الاول لتجربة المشاهدة ممكن يعدي بسهولة جدا مساوية لدرجة العبثية بتاعت الحدث اللي حصل فيه. بعد ما بطلنا تأكد من ان رئيسه اللي بيعتبره في مكانة والده هيفضل واقف في طريق انتقامه، بيجي وقت القرار الصعب. مشهدنا مليان مشاعر حزن وما فيهوش اي شعور بالرضا من الطرف القاتل، هي مجرد عملية لابد منها. فلسفة التنفيذ في المشهد ده هي كل حاجة. سام مندز اختار ان التعبير الاهم في المشهد كله هو الخاص بالضحية بعد تأكده من اللي بيحصل، والضحية ده لما بيبقى بول نيومان فالتعبير بيجي من زمن راح ومش هيرجع تاني. صوت الرصاص وصرخات القتلى اللي سبقوا ضحيتنا لنفس مصيره مش مهمين على الإطلاق، لدرجة ان مخرجنا استبعدهم تماما. ورغم هول الأجواء ولكن كل لحظة في المشهد تعتبر لوحة من أروع ما يمكن. يمكن ما يسويهاش في الجمال اللي حركة الكاميرا وموسيقى توماس نيومان. وكل ده مجرد مقدمات للحظة المحتومة اللي بتتوج بجملة لا يمكن تتنسي. I'm glad it's you. نرجع لعزرائيل السينما الأمريكية كوينتين تارانتينو، وأظن مستحيل أي مزايدي تكتمل من غير مشهد من كيل بيل اللي مليان مشاهد قتل ما تتنسيش على مدار الجزئين. بس المشهد الأكثر جللا هو مقتل الزعيمة المقاتلة القاتلة أورين إيشي في مواجهة قتالية بالسيف ضد بطلتنا ذا برايد أو بياتريكس كيدو، الطرف الأقل مهارة والأكثر إنهاكا في اللحظة دي. المشهد طويل ومتقن وخلاب جدا على مستوى الصورة، وعلى مستوى اختيار أغنية الخلفية طبعا، ده تارانتينو يعني، والضربة القاضية اللي ما ظنش إن في أي مشاهد في الدنيا كان ممكن يتوقعها. ما اعتقدش ان في عملية قتل في اي فيلم خلقت تحول درامي زي اللي خلقته العملية دي. دي مش بس حولت مصير احد اهم الشخصيات في احد اهم الافلام في تاريخ السينما، دي ممكن جدلا تكون حولت تاريخ السينما شخصيا، بتقديم دراسة للشخصية اللي بتتحول من الخير للشر ومن كره السلطة والقوة لإدمانها، وبتقديم الباتشينو نفسه لمشاهد السينما. واعتقد دي انسب مناسبة ممكن نقول فيها والباقي تاريخ. المشهد على المستوى الفني دليل عملي على كيفية تنفيذ الحرق البطيء لأعصاب المشاهد، وكان تقديم لأكتر من سلوك ما كانوش معتادين للمشاهد. سلوك القتيل رقم 1 سالوتسو، سلوك القتيل رقم 2 ماكلاسكي، وسلوك الرصاص نفسه بالإضافة لسلوك الدم المسال. عملية القتل اللي بتتصدر أيمتنا اللي قام بيها برضو هو الباتشينو. حكيت الحكاية دي كتير ومش هزهق من اني احكيها تاني، كل مرة بتفرج فيها على فيلم هيت بيبقى نفسي نيل يكبر دماغه ويهرب والفيلم يقفل على كده. عملية القتل الاكثر تأثيرا علي انا شخصيا ما بين كل الافلام هي عقاب على قرار. قرار انتصر فيه الإنسان على السارق المحترف، واخترق قواعده الشخصية رغم انه في الظاهر فضلت عنده اليد العليا، لكن الصدفة والحظ السيء وضعوا كلمة النهاية لرحلة شخصيتين كانوا على النقيض رغم احترامهم الشديد لبعض. مين ممكن يصدق ان ضابط شرطة بيقتل لص بنوك وبيمسك ايده وهو بيلفظ انفاسه الاخيرة والمشهد يطلع مقنع للمشاهد؟ وبس كده يا جماعة، دي قيمتنا. حابب بقى أفكركم بموضوع اللايك والسبسكرايب والشير والحاجات دي، لأن الصراحة
الحلقة حلوة، يا ريت تساهموا في التعليقات بقوائمكم الشخصية لأفضل عمليات القتل في تاريخ السينما، ويا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو، وباي باي.